اهلا بالاشبال، اهلا اهلا بالاشبال، تحية للابطال، تحية للابطال، احبابنا كيف الحال، احبابنا كيف الحال، احبابنا كيف الحال، جئناكم في الميعاد، عدنا باحلى الانشاد للبنات والاولاد. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا المشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويمن وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأشبال. كما عودناكم دائما برنامج الأشبال برنامج مليء بالمغامرات، مليء بالمسابقات، مليء أيضا بالجوائز. نحن متواجدين داخل منتزه بر العائلي، ملتقى العائلات الراقية، حيث المتعة والإثارة والضحك والكوميديا في هذه الحلقة. معنا طالبات مدرسة الشهيد العقيد الفاتح عثمان حينتنافسوا معنا داخل هذه الحلقة. طبعا كل حلقة فيها فريقين، فريق الفراشة وفريق لبن الوادي. خلينا مع بعض نبدأ وناخذ أسماء فريق الفراشة. نتعرف عليك، اسمك؟ إرم يوسف. اسمك منو؟ إرم يوسف. إرم يوسف، يعني شنو إرم؟ قوم. قوم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تمام، سنة كم يا إرم؟ خامس. تمام، جاهزة للفوز؟ نعم. متأكدة؟ نعم متأكدة. تمام، نتعرف عليك، اسمك؟ وئام عبد الناصر علي. وئام، سنة كم يا وئام؟ الصف الخامس. وئام، أنا سمعت إنه لبن الوادي قالوا الليلة ما حيدكم أي فرصة تفوزوا، رأيك شنو في الكلام ده؟ حنفوز إن شاء الله. حتخلوهم يفوزوا ولا حتفوزوا أنتم؟ حنفوز نحن. تمام، وئام كلها معنويات عالية. هنا تعرف عليك، اسمك؟ لينا فخر الدين. منو؟ لينا فخر الدين. لينا فخر الدين؟ نعم. ولا فخر الدين لينا؟ لينا فخر الدين. يعني ما فخر الدين لينا. بكرة اسمك منو يا لينا؟ ها؟ بكرة اسمك منو؟ لينا فخر الدين. امبارح اسمك منو؟ لينا فخر الدين. اسمك انت براكي منو؟ لينا. وابوكي؟ فخر الدين. وامك؟ غادة النعيم. تمام، جاهزة للفوز؟ نعم. لينا سنة كم؟ خامس. لينا، الفريق اللي هو لبن الوادي قال الليلة ما حيدكم ولا مجال انكم تفوزوا، لكن شنو في الكلام ده؟ غلط، نحن لازم نفوز. لازم؟ نعم. تمام، وتعرفنا على اعضاء فريق الفراشة، نسمع لهم بالله تحية. فريق الفراشة، وين التشجيع للفراشة؟ وين تشجيع الفراشة؟ مع بعض يلا. اتعرفنا على اعضاء فريق الفراشه، خلونا مع بعض نتعرف على اعضاء فريق لبن الوادي ونقول لك اسمك. هبه عبد الوهاب. هبه، سنه كم يا هبه؟ خامس. هبه، فريق الفراشه قال ما في لكم طريق الليله، ما في فوز، يعني ما في فوز، رايك شنو؟ الكلام غلط. غلط عديل كده؟ غلط عديل كده. هتفوز انت يعني؟ ان شاء الله. والله ما شاء الله، والله فريق لبن الوادي كله اصرار وحيويه. تعرف عليك اسمك. ايه خالد الحاج. ايه خالد منو؟ الحاج. آية سنة كم يا آية؟ الصف الثامن. تمام، آية جاهزة للفوز؟ إن شاء الله. فريق الفراشة قال وتأدلى بتصريحات إنه هو حيفوز لا محالة، رأيك شنو؟ أتمنى لهم الفوز لين أيضا. لا، ما إذا هم فازوا أنتوا تخسرتوا يعني. ما يا أنتوا يا أنتوا. إن شاء الله حنفوز نحن. أنتوا حتفوزوا يعني؟ إن شاء الله. تمام، هنا نسمع منك اسمك؟ مرافع عبد الناصر. مرافع سنة كم؟ الصف الثامن. تمام، مرافع جاهزة للفوز؟ إن شاء الله. متأكد يا مرافق؟ إن شاء الله. كانوا هؤلاء هم أعضاء فريق لبن الوادي، نسمع لهم بالله تشجيع، عندهم تشجيع، عندهم تشجيع. إذن أعزائنا المشاهدين في كل مكان، أتعرفنا على أعضاء فريق لبن الوادي وأعضاء فريق الفراشة. طوالي حنبدأ اللعبة الأولى في هذه الحلقة، لكن فاصل صغير ونواصل. يا أروع الهتافي، يا أروع الهتافي، يا أروع الهتافي، يا أروع. أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم في برنامج زي ما تابعنا مع بعض، عرفنا على أعضاء الفريقين، فريق الفراشة وفريق لبن الوادي. حنكون مع بعض في الجولة الأولى وهي لعبة الحجلة، 6 مربعات. المفروض انه كل واحدة من فريق لبن الوادي تنطلق في هذه اللعبة. عندكم 1 2 3 4 5 6، مدة اللعبة هي 2 دقيقة، من كل فريق حيشاركوا 2. خلونا مع بعض نبدأ
مع فريق لبن الوادي. جاهزة؟ جاهزة؟ مع الإشارة أول ما أقول لك أبدأ أنا حكون في الخلف هناك عشان أقدر أتابع معاك اللعبة. وفريق لبن الوادي هو الفريق اللي حيبدأ. أبدأي. وين التشجيع؟ وين التشجيع؟ وين التشجيع؟ حلو، عيد من الأول، عيد من الأول، عيد من الأول، عيد من الأول، بسرعة عيد من الأول، يلا حلو، أها حلو، عيد من، ها تمام تمام كويس، اثنين ها يلا، ثلاثة حلو جدا، ها أربعة حلو جدا، يلا ها ها حلو حلو، خمسة عيد من الأول، عيد من الأول بسرعة، عيد من الأول بسرعة بسرعة، واحد اثنين ها ثلاثة يلا بسرعة أسرع، أربعة ها خمسة حلو حلو، ستة حلو، الأخيرة حلو، آه حلو، اللي بعدها اللي بعدها بسرعة، اللي بعدها اللي بعدها بسرعة، ها واحد، لا عيد من الأول، عيد من الأول، عيد من الأول بسرعة، عيد من الأول، ها وحلو، يلا بدأت، اثنين ثلاثة أربعة ها ها لا 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 ها خمسة حلو ها ستة، لا عيد من الأول، عيد من الأول، عيد من الأول بسرعة، عيد من الأول بسرعة، ها واحد اثنين ثلاثة أربعة 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 ها أربعة يلا خمسة حلو آخر مربع ستة، لا طلعت طلعت، عيد من الأول، عيد من الأول بسرعة، واحد سريع اثنين ثلاثة سريع 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 آه لا عيد من الأول، عيد من الأول ها واحد اثنين ثلاثة طلعت، عيد من الأول، عيد من الأول يلا، عيد من الأول باقي لكم نص دقيقة يلا ها واحد اثنين اها اها ثلاثة ها أربعة لا عيد من الأول، عيد من الأول، عيد من الأول يلا اثنين ثلاثة ها أربعة ها خمسة حلو ها بالراحة ستة حلو ها انتهى الزمن، انتهى الزمن، انتهى الزمن، اذا انتهى الزمن اعزائنا المشاهدين، انتهى الزمن اعزائنا المشاهدين. الفريق لبن الوادي استطاع ان هو اللعبة الاولى تاخذ ستة مربعات كاملة، بينما اللعبة الثانية استطاعت ان تاخذ فقط خمسة مربعات صحيحة. خلونا مع بعض نتابع الفريق اللي هو فريق الفراشة في هذه الجولة، لكن فاصل قصير ونعود. إذن زي ما تابعنا مع بعض فريق فريق لبن الوادي استطاع انه هو في خلال دقيقتين لاعبة منهم تكمل ستة مربعات، واللعبة الثانية استطاعت ان تكمل خمسة مربعات فقط. خلونا مع بعض نشوف فريق الفراشة لكن بعد الفاصل. مرة تانية أعزائنا المشاهدين رجعنا لكم في برنامج زي ما تابعنا مع بعض قبل الفاصل، كان فريق لبن الوادي الآن فريق الفراشة. جاهزة؟ جاهزة؟ تمام هنبدأ مع بعض، خلينا أكون أنا عشان أراقب الأرض كلها مع بعض وحنقول لك أبدأي. واحد اثنين التأني التأني ثلاثة أها أربعة أها خمسة أها بتحاول 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 ستة يا سلام حلو حلو الثانية بسرعة الثانية بسرعة أسرع أسرع ها لا أيوة يلا ها يلا أرفع رجلك اثنين ثلاثة لا عيد من الأول عيد من الأول بسرعة عيد من الأول بسرعة عيد من الأول بسرعة ها الزمن كويس الزمن كويس ها اثنين حلو يلا حلو ثلاثة لا عيد من الأول عيد من الأول عيد من الأول بسرعة نزلت رجلك طبعا من قواعد اللعبة إنه ما تنزل رجلك عيد من الأول عيد من الأول عيد من الأول وعندك واحد اثنين وعيد من الاول عيد من الاول واحد اثنين لا لا عيد من الاول عيد من الاول عيد من الاول عيد من الاول نص الوقت مضى باقي دقيقة واحدة
واحد اثنين عيد من الاول. اهدي 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 الزمن معك اهدي. واحد اثنين ثلاثة حلو. اها لا عيد من الاول عيد من الاول يلا. اهدي 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 ها. باقي 30 ثانية. اثنين ثلاثة وبرة. عيد من الاول عيد من الاول يلا. عيد من الاول ها بدينا حلو. باقي 15 ثانية. عيد من الاول بسرعة يلا. واحد اثنين ثلاثة عيد من الاول عيد من الاول يلا. عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. انتهى الزمن انتهى الزمن انتهى الزمن. إذا تعالي 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 أوقفي هنا أوقفي هنا. شكرا ليكي. زي ما تابعنا مع بعض أعزائنا المشاهدين فريق الفراشة استطاع أن هو يكمل لعبة واحدة أو ستة مربعات صحيحة في الجولة الثانية، بينما لم يستطع أن يكمل باقي الحلقات. إذا الفائز في الجولة الأولى هو فريق الوادي. فريق لبن الوادي استطاع أن هو يفوز في الجولة الأولى. أكيد هننتقل للجولة الثانية، لو فاز فريق الوادي حيكون هو البطل، لو تعادل الفراشة أكيد 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 حيكون في جولة فاصلة. خليكم معانا ماشيين وجايين. مرة ثانية أعزائنا المشاهدين رجعنا لكم في برنامج زي ما تابعنا مع بعض. الجولة الأولى كانت لصالح فريق لبن الوادي لأنه اللاعبتين استطاعوا أن هم يتقدموا. الأولى انتهت من الست مربعات، الثانية وصلت للمربع الخامس لكن الزمن لم يسعفها أنها تكمل باقي الست مربعات، بينما فريق الفراشة اللعبة الأولى استطاعت أن تكمل الست مربعات، اللعبة الثانية استطاعت أن تكمل مربع واحد فقط. لذلك أصبح الفريق الفائز في الجولة الأولى هو فريق لبن الوادي. لعبتنا الثانية هي لعبة نط الحبل. من كل فريق اخترنا اثنين، هنحسب لهم عدد النطات الصحيحة. الفريق عنده عدد نطات أكبر حيكون هو الفريق الفائز. خلونا نبدأ مع فريق الفراشة العائد بقوة إلى المنافسة، عشان لو فازوا حيكونوا هم متعادلين وهنلعب لعبة فاصلة. أما لو لبن الوادي فاز أكيد أنتم عارفين اللي حيحصل. خلونا نبدأ مع بعض مع فريق الفراشة. جاهزين؟ تفضلي. أول واحدة وين؟ تفضلي. أول ما أقول لك ابدأي. جاهزة؟ ابدأي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 3 لا 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 حلو 42 اديها اللي بعدها اللي بعدها. اذا اول لعبه عندها 42. جاهزه ابداي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 إصابة غلط. إذا 36. حلو جدا 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 جدا. إذا زي ما تابعنا مع بعض فريق الفراشة عنده 32 وعنده 36. إذا مجموع عدد النطاط الصحيحة لفريق الفراشة هو 68 نطة صحيحة. المطلوب من فريق
عربا الوادي عشان يفوزوا انهم يجيبوا 69 نقطة صحيحة. يا ترى حيقدروا ولا ما حيقدروا؟ خلينا نتابع. جاهزين؟ تفضل خذي مكانك. وابدأي. 61 62 63 64 65 66 67 58 59 60 61 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 الثانية اتفضلي، الثانية اتفضلي، الثانية اتفضلي، اتفضلي. 63 وابدأي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. حلو 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 حلو. نحسب نحسب مسألة بسيطة. 71 نطة صحيحة فريق لبن الوادي بعد ما تم حساب 63 و28 طلع عنده 91 نطة صحيحة. إذن البطولة لبن الوادي، لبن الوادي هو الفائز. ألف ألف مبروك. نسمع لهم بالله، تشجيع تشجيع قوي، تشجيع قوي. فالوادي الوادي ألف 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 مبروك لفريق لبن الوادي. جولتين متتاليتين، إذا هارد لك لفريق الفراشة. بنقول لهم معليش، المرة الجاية إن شاء الله تفوزوا معنا. فريق لبن الوادي، أرجع لورا، أدونا مشجعين، خليهم يجوا قدام بسرعة بسرعة، تعالوا قدام. إذا فريق مشجعي لبن الوادي، سؤالكم سريع جدا، سؤالكم سريع جدا. سؤالنا بيقول: ما هي عاصمة دولة اسبانيا؟ بسرعة. اسبانيا، ها اسبانيا، ما حد راح اسبانيا قبل كده؟ ما زرت اسبانيا؟ اسبانيا اسبانيا. نديكم خيارات، نديكم خيارات. طيب، هل هي مدريد؟ هل هي روما؟ هل هي اسطنبول؟ هنا نسمع روما. روما، حلو. اها تاني، اجابه ثانيه. حلو، مدريد. اها اها اسطنبول. نسمع هنا اسطنبول. اذا الاجابه الصحيحه طبعا يا اخواننا هي مدريد. بالله نسمع لها تحيه. تعالي 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 تعالي، يا سلام عليك يا سلام. اسمك منو؟ رحيق محمد السعيد. منو؟ رحيق محمد السعيد. رحيق محمد السعيد. صفقوا لها بالله تاني، صفقوا لها، صفقوا لها. فريق لبن الوادي هو الفائز، ومن مشجعي فريق لبن الوادي فازت رحيق بجائزة السؤال للجمهور. أكيد حنوزع الجوائز حالا الآن، خليكم معنا دقيقة. شكرا شكرا للكنترول على التوزيع. الفريق تفضلوا تفضلوا، شجعوهم، صفقوا لهم صفقوا لهم صفقوا لهم مع بعض، جنب بعض جنب بعض. اتفضلي اتفضلي اتفضلي، واحدة واحدة، كلها تاخذ واحدة، اديها واحدة. ايوه تفضلي 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 اتفضلي. الف الف مبروك للبن الوادي، تحية قوية لهم مرة ثانية، تحية قوية لهم مرة ثانية. اعزائنا المشاهدين، نحن كنا معاكم من داخل منتزه بوري العائلي مع طالبات مدرسة الشهيد العقيد الفاتح عثمان. كل الهدايا اللي قدمناها كانت هي من شركة مروج للسلع. اذا خليكم معانا، نحن وياكم نشوف مع بعض الحلقة الجاية حتكون مع مين ومين اللي حيفوز.
إلى ذلك الملتقى أنا أقول لكم مع السلامة وإلى اللقاء.